تحية طيبة مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى أخبارنا المحلية. البداية بالشأن الأمني، حيث تمكنت فرق الجمارك بولاية الطرف من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة مقدرة ب 42.5 كيلوغرام من المرجان في كمين قامت بوضعه بإحكام على المنطقة الحدودية مع تونس وبالضبط بمنطقة القالة. غير أن عصابة المهربين وفور مباغتتها بعناصر الجمارك قامت برمي كمين المرجان ولذت بالفرار، حيث ستسلم البضاعة المحجوزة إلى قابض البلدية لاستخراج سند غرامة يقدر ب 500 مليون سنتيم. المزيد مع محمد بكموخ. قام عناصر أفراد الفرقة المتنقل الجمارك بالطرف من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المرجان الخام المقدرة ب 42 كيلو ونصف من المرجان، قائمون بعملية تهريب لادوا بالفرار، لم نتمكن من التعرف على هويتهم. بالنسبة للإجراءات المتبعة، تقوم مصالح الفرقة بتسليم الكمية المحجوزة لسيد القابض الذي يقوم بإيداع ملف متابعة قضائية أمام محكمة القالة.